السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا حلقة جديدة من المرشد الزراعي. بنناقش النهاردة مع حضراتكم موضوع جديد على المرشد الزراعي، يمكن أول مرة في حلقاتنا بناقشه مع حضراتكم، وهو النباتات الطبية والعطرية. الحقيقة أنه النباتات الطبية والعطرية من أهم المنتجات الزراعية اللي يعني خلينا نقول كده بتعطي صورة لمنتجات الزراعة ولمجال الزراعة بشكل عام للدول أمام بعضها. احنا عندنا بعض من النباتات الطبية والعطرية اللي معروفين بيها ومتميزين بيها جدا جدا جدا، برغم ان هي من المنتجات الزراعية المحببة وذات الفائدة العالية، لانها ايضا بتدخل في الكثير من صناعات الأدوية والعلاجات، الا ان هي كمان ذات اهمية اقتصادية عالية جدا جدا جدا. واحنا في الفترة الاخيرة اهتماما بالزراعة وتماشيا مع الاهتمام بالزراعة، أصبح كمان عندنا باع كبير جدا من الاهتمام بالنباتات الطبية والعطرية. مع التوسع في كمان الأراضي الزراعية الجديدة، هل ده هيوسع وهيطور أيضا وهيزيد الرقعة الزراعية من النباتات الطبية والعطرية؟ من هو مزارع النباتات الطبية والعطرية؟ والفترة اللي جاية دي هنشوف فيها ايه من توعية واهتمام واقبال عليها، دخولها في الصناعات الدوائية كمان وصل لحد فين، انتاجنا منها قد ايه، تفاصيل كتير جدا جدا جدا. وانا عارفة انه كمان النهاردة التساؤلات والاستفسارات هتكون لدى الكثير من المواطنين العاديين، حتى اللي هم يعني ما عندهمش مهنة او بيمتهنوا مهنة الزراعة، تساؤلات كتير عن النباتات الطبية والعطرية طوال هذه الحلقة ان شاء الله مع ضيفنا الكريم دكتور مديان محمود مرجاوي، باحث بالمعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك منورنا، ربنا يكرمك، ودايما بتشرفنا. بنتكلم عن الزراعه العضويه، وبنتكلم عن منتجات الزراعه العضويه، وهي طبعا يعني واحنا بنتكلم عن هذا المنتج الزراعي بنتكلم عن ثروه قوميه ضخمه. احنا النهارده بنتكلم عن ثروه قوميه ايضا، وجزء من هذه الثروه القوميه وهي النباتات الطبيه والعطريه، ولكن بعض الناس ما بيلتفتش ليها بالشكل الكافي. فخلينا الاول نعرف النباتات الطبيه والعطريه المصريه انتاجنا وصل منها لحد فين. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ايه هو النبات الطبي؟ النبات الطبي هو كل نبات او جزء من النبات بيحتوي على ماده او اكثر تستخدم في علاج او وقايه ضد مرض معين، سواء كان للإنسان أو للحيوان أو حتى للحشرات. يعني النباتات الطبية والعطرية مش بتعالج الإنسان بس، لا، العقار ده أو المادة الفعالة دي لو أنا استخلصتها بصورتها الطبيعية أو استخلاص عن طريق استخدام المذيبات، حصلت على المادة الفعالة، ممكن تبقى جزء من عقار أعالج بيه مرض أو أعمل بيه وقاية ضد مرض أو أعالج بيه آفة زراعية أو أعالج بيه حشرة أو أعالج بيه حيوان. ده بالنسبة لتعريف النبات الطبي. كذلك النبات العطري هو النبات اللي بحصل منه على زيت طيار بيبقى ليه ريحة مميزة، زي الياسمين مثلا، زيت الورد، الحاجات دي بيبقى ليها ريحة مميزة. ده تعريف شامل لإيه هو نبات طبي وإيه هو نبات عطري. الانتاج، ودايما نسبة الانتاج دي بتهمنا جدا لما بنتكلم عن الاكتفاء الذاتي، بنتكلم عن انتاجنا منها وصل لحد فين، وهل احنا بنحتاج في الصناعات الزراعية بقى كما نطلق عليها، لانه النباتات الطبية والعطرية بتدخل في الكثير من الصناعات، بنحتاج نستورد؟ هو في بعض النباتات الطبية والعطرية بتجود زراعتها داخل مصر، والبعض الاخر بنستورده، زي الفلفل الاسود طبعا ما بيجودش في مصر هنا، والمستيكة والحبهان والحاجات دي اللي هي بتدخل بطريقة أو بأخرى في عمل البهارات. لكن احنا عندنا قطاع كبير جدا جدا من النباتات الطبية والعطرية بتجود زراعته هنا داخل جمهورية مصر العربية، ولينا مزايا نسبية كبيرة فيه، مزايا نسبية ومزايا مكانية. موقع مصر بيميزها كموقع جغرافي، كموقع استراتيجي، كموقع مناخي، بيميزها في إنتاج الكثير والكثير من النباتات الطبية والعطرية ذات القيمة العالية جدا والجودة العالية بين دول المنطقة.
بما ان احنا بقى بنتكلم دايما عن الزراعات العضويه والمحاصيل العضويه عموما، فاحنا النهارده بنتكلم عن النباتات الطبيه والعطريه. الحقيقه ان هي من النباتات المحببه جدا، واللي بنحتاج كمان ان احنا ناخدها كده في صورتها الخام الخاليه من متبقيات المبيدات والخاليه من كل المتبقيات الكيماويه. احنا فين بقى من الزراعات العضويه للنباتات الطبيه والعطريه؟ كلام حضرتك جميل وشيق، وبيقودنا ان النباتات الطبيه العطريه لابد وان تنتج في صوره عضويه. ليه؟ لان الحاجات دي انا بحصل منها على عقار، على دواء. ما ينفعش يبقى عندي ماده فعاله انا هخرج منها دواء او هصنع منها دواء ويبقى هذا الدواء فيه متبقيات مبيدات. يبقى انا بدل ما بعطي للانسان حاجه نافعه انا بعطيه حاجه فيها سميات، ودي هتأثر بالسلب على كفاءة المادة الفعالة اللي موجودة. فالإنتاج النباتات الطبية العطرية لابد أن يكون إنتاج عضوي. وبالفعل إحنا في مصر عندنا قطاع كبير جدا جدا من المزارعين بينتهج نهج الزراعة العضوية، سواء كان هؤلاء المزارعين بالفعل هم مسجلين لمزارعهم في مكاتب التفتيش ومكاتب التسجيل، لأن زي ما قلت حضرتك أو زي ما حضرتك تفضلت قلتي إن المنتج العضوي ده منتج مميز، يبقى لازم يكون بينتج تحت نظم الزراعة العضوية، تحت القوانين المنظمة للزراعة العضوية. احنا طبعا عندنا في مصر صدر القانون رقم 12 لسنة 2020، واللي بينظم تداول وإنتاج المركبات أو المنتجات العضوية داخل السوق المصري. فإحنا عندنا قطاع كبير من المزارعين بينتهج زي ما قلت لحضرتك نهج الزراعات العضوية في إنتاج محاصيلهم، سواء كان مسجل أو غير مسجل. لو كان هو مسجل هو هيبيع المنتج بتاعه تحت شعار منتج عضوي، بيبقى ليه شهادة وبيبقى ليه كل الدورة المستندية وكل الأوراق اللي بتؤهله أنه هو يدخل السوق بقوة، بحيث أن الطلب بيبقى عليه متزايد. أو لو هو مش مسجل بيبيع المنتج بتاعه في صورة خالي المبيد، منتج خالي مبيد. احنا عندنا صناعات كتير جدا من النباتات الطبيه والعطريه، هي داخله في الاقتصاد القومي؟ هي داخله في الاقتصاد القومي بشكل كبير وبشكل ضخم وبشكل واصل تقريبا لكل بيت مصري، سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر. في ناس بتعتمد على النباتات الطبيه والعطريه بشكل مباشر في صورتها الخام، في صورتها المعروفه، وفي البعض الاخر يعتمد عليها في صوره العقاقير والادويه، وكمان عندنا صناعات اخرى وهي صناعات العطور و ما إلى ذلك. فإحنا عندنا كذا صناعة، خلينا بقى نعدد الصناعات دي للناس، هي داخلة في كام صناعة والصناعات دي بتمثل إيه بالنسبة للاقتصاد القومي؟ حضرتك النباتات الطبية العطرية إما إن هي تباع في صورة مواد خام، أو تجهز وتعبأ وتباع وتصدر للخارج في صورة مواد خام. الدول اللي بتستوردها مننا بتستخلص منها المواد الفعالة وتعيد تصديرها لنا تاني، أو إن أنا عندي بعض المصانع هنا بتستخلص المواد الفعالة وتاخدها تشغلها أو تدخلها عندها في تركيب الأدوية. بعض المصانع الأخرى أو بعض أماكن الاستخلاص بيستخلصوا الزيوت الموجودة في هذه النباتات وتصدر في صورة زيت، يبقى مرحلة تانية هي مش صورة مادة خام، لا أنا بقيت إيه ضفت قيمة، عملت قيمة مضافة على المنتج تاني بحيث ان انا ازود من ايه من سعره. والصورة التانية او اللي هي اكثر انتشارا اللي هي التيباك اللي موجود في السوق في صورة مثلا لو ينسون، كركديه، كراوية، بابونج، المشروبات اللي هي بتباع في السوبر ماركت في صورة تيباك. علاوة على ذلك احنا عندنا قطاع كبير من البهارات ومكسبات الطعم والكلام ده كله، مكسبات اللون دي اساسها نباتات طبية. صحيح. تمام. الالوان الطبيعيه المنتشره عندنا مثلا نبات زي الكلانديولا، صبغه الكاروتين موجوده فيه بكميات كبيره، عندنا الكركديه، عندنا الشاه البابونج، نباتات كثيره جدا جدا بقدر اخد منها صبغات طبيعيه تغنيني عن الصبغات الصناعيه واقدر اضيفها للاغذيه بتاعتي. جميل. احنا عندنا يعني جزء من المحاصيل بتتقسم كده، محاصيل استراتيجية اللي هي المحاصيل الأساسية اللي لا غنى عنها أبدا في الاستخدام اليومي، زي الرز، زي القمح، زي الطماطم، اللي هي المنتجات اللي هي مفيش بيت ما بيستخدمهاش يوميا. وعندنا منتجات تانية
هي تبان كده ان هي منتجات ترفيهية، ولكن في الحقيقة هي مش كده. النباتات الطبيعية العطرية تعتبر دلوقتي من عصب التصدير، من عصب المحاصيل التصديرية. لو جينا نتكلم على المطبقات، المبيدات بتعمل مشاكل كبيرة جدا في الموالح، بتعمل مشاكل كبيرة جدا في المانجا، في العنب. إنما في النباتات الطبيعية العطرية لازم مزارع النباتات الطبيعية العطرية يخرج منتج خالي المبيد، وده اللي بيدينا ثقل في السوق الخارجي، وبيدينا قوة كبيرة بالنسبة للمنافسة الخارجية. فده بيؤدي ان انت بتدري عائد على الاقتصاد في صورة عملة صعبة، بشغل جزء كبير لان هي مستهلكة للعمالة. جزء كبير من العمالة اللي موجودة في السوق المصري بتشتغل او بتعمل في هذا القطاع، لان هي نباتات مستهلكة للعمالة. فالنباتات الطبيعية العطرية دلوقتي بقت اصبحت بديل للمحاصيل الاستراتيجية، ان انا اقدر انوع. المزارع النهارده محتاج تنويع عشان يقدر ان هو يقاوم متقلبات الاسواق. النهارده الطماطم سعرها متقلب، بعض المحاصيل الثانيه الخضر بصفه عامه محاصيل غير قابله للتخزين، سلع سريعه التلف. لكن انا ما بلجأ للنباتات الطبيعيه العطريه، سلع انا اقدر اخزنها لمده سنه. السوق ما عجبنيش النهارده، انا اخزن الحاجه بتاعتي في المخزن والفلوس بتاعتي محفوظه وكل سلعتي محفوظه، أعلى. اقدر احصل على السعر اعلى واقدر يبقى عندي وقت ان انا اتصرف في هذه السلع. انما الطماطم انا حالا لازم ابيع وارضى بمقتضيات السوق، انما النباتات الطبيعيه العطريه لا، انا عندي سوق كبير جدا جدا، والمنتجات المصريه عليها طلب عالمي، وخصوصا المنتجه في صوره عضويه ما زال علينا طلب كبير بالنسبة للسوق الخارجية على المنتجات العضوية، وعندنا فرص واعدة. وياريت بدعو كل الناس ان هم ينتهجوا نهج الزراعة العضوية، مش في النباتات الطبيعية العطرية بس، في كل المحاصيل، حفاظا على الصحة، وعشان اقدر اصدر، اقدر انافس، اقدر اشغل عمالة، اقدر ادخل عملة صعبة للبلد. طيب على ذكر بقى المحاصيل الاستراتيجية وغير الاستراتيجية اللي احنا بنقول عليها أساسية وغير أساسية، مع انه يعني النباتات الطبية والعطرية اصبحت في العصر الحديث يعني لا هي من النباتات الأساسية، بس خليني برضو أسألك عن إقبال وعزوف المزارع. يعني كان مثلا محصول او موسم القطن تلاقي المزارعين كلهم زارعين قطن، موسم القمح المزارعين كلهم زارعين قمح. في كده عندنا حاجه اسمها العدوى الايجابيه، اللي هو جاري زرع فالانتاج عنده كبير فحقق ارباح عاليه فانا هعمل كده. ده عندنا عامل ازاي في النباتات الطبيه والعطريه؟ هل بقى عندنا اقبال اكبر من المزارعين، ولا ما زال هناك ثقافة يعني تقليد المحصول الأكثر ربحية والأكثر تسويق؟ هو تقلبات السوق خلت ناس كتيرة جدا دلوقتي تتجه لزراعة النباتات الطبيعية العطرية، على أساس أنه هو بيهرب من تقلبات الأسواق، وهو عنده بعد نظر عايز يشتغل حاجة جديدة، عايز حاجة تناسب أرضه كمان، تمام؟ فبدأ دلوقتي يبقى فيه توسع وفيه انتشار في زراعة النباتات الطبية والعطرية. الأول كانت حكر على بعض المزارعين، لأن هي محتاجة عمالة مدربة، محتاجة أماكن معينة، نوعية تربة معينة. دلوقتي بدأت تدخل أنواع جديدة من النباتات الطبية والعطرية، بدأت بتناسب أجواء مختلفة داخل جمهورية مصر العربية، بتناسب أنواع مختلفة من التربة، بتناسب مصادر ري أو مصادر مية متدرجة في نسبة الملوحة بتاعتها. فأصبح انتشار النباتات الطبيعية العطرية دلوقتي بقى كبير بالنسبة للأراضي الجديدة، أجواءها بتناسب، نوعية أراضيها بتناسب، نوعية المية بتاعتها بتناسب. حتى دلوقتي بدأ يدخل، لو مثلا تكلمنا عن موضوع زي البابونج، لو أنا أنتجته في صورة منتج خالي المبيد، منتج عضوي، أنا دلوقتي ما بقاش يهمني إن أنا أقطف هذا النبات في صورة زهرة أو في صورة عشب، طالما هو خالي المبيد. فأعطاني فرص كبيرة إن أنا أقدر أنتج وأتوسع في قطاع كبير من النباتات الطبية والعطرية. جميل. والأسواق الواعدة هي اللي بتشجع المزارعين، والإقبال والطلب المتزايد على النباتات الطبية والعطرية خلى كتير من المزارعين بينتهجوا هذا النهج، وكل يوم في ازدياد، وكل يوم ناس كتير أصحاب الأراضي الجديدة
بدأوا يسألوا دلوقتي عن إيه نباتات الطبولية العطرية. يعني أنا في المعمل بيجي لي ناس كتيرة كل يوم والتاني يسألوا إيه الجديد، نعمل إيه كده. طيب هرجع لحضرتك مرة تانية عشان نتكلم عن موضوع التدريب ده، لأنه موضوع مهم جدا، والمشاركة والاستمرار في التواصل مع المزارع. لكن خلينا ناخد الأول أستاذ أحمد من شمال سيناء. يا أستاذ أحمد. ألو. أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت أنا من الشيخ زويد من شمال سيناء. من الشيخ زايد؟ مهندس زويد؟ الجمع من الشيخ زويد شمال سيناء. تمام، أهلا بيك. الله يخليك. أهلا بيك. بالنسبة للنباتات الطبية والعطرية. تفضل. أيوة. تفضل، أنا معاك بس اسمعني من التليفون بعد إذنك. بنسأل على المستقبل النباتات الطبية والعطرية في شمال سيناء يعني. حاضر. أنا الشيخ زويد كده. عارف أنت والله لو يعني لو كنت استنيت كان السؤال اللي بعد كده على طول. بس حاضر، عينيا ليك. بشكرك أستاذ أحمد من شمال سيناء من الشيخ زويد، شكرا جزيلا. السيد من كفر الشيخ، أهلا بيك يا فندم. حضرتك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. لو سمحت كنت عايز اسال الباشمهندس بس على حاجه كده في الطماطم. تحت امر. الله يخليك. اتفضل. لو سمحت يا باشا، انا زرعت قروه الطماطم دي حاليا دلوقتي، ويعني الفدان مش جايب 150 عدايه. شايف القلب 15/5 اللي فات، وبجمع حاليا دلوقتي مش جايب حاجه خالص. وبس انا رشيته اللي هو الدواء النيماكور اللي هو كف الزيات. طيب عايز اسال، بيقول ان النيماكور ده ماده سامه بيعمل فشل كلوي، الكلام ده مظبوط؟ طبعا للنباتات ده للاسف. طيب ماشي، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نرد عليه على طول بعد كده. بالنسبه لحضرتك الانتاجيه، لو حضرتك رشيت نيماكور ده طبعا للنيماتوده، وده طبعا مبيد سام بيفضل تاثيره اكتر من 6 شهور، فحضرتك كده نزلت سلعه كلها سميات بالنسبه للناس. النيماتوده اللي موجوده عندك ليها مركب حيوي وبيستخدم بكفاءه عاليه جدا عندنا في المعمل مركز الزراعه العضويه، وهو ده اللي اثر على الانتاجيه بتاعتك وخلى الفدان يديك 150 عدايه. فيا ريت تستخدم البدائل الحيويه افضل من هذه المبيدات، وخصوصا ان حضرتك زارع خضار والخضار ده بينزل بصوره مستمره للاسواق. جميل. طيب خلينا نرجع بقى للاستاذ احمد من شمال سيناء بيتكلم عن مستقبل الزراعه العضويه عموما في شمال سيناء وفي يعني المناطق الصحراويه. خلينا نبدا الاول بشمال سيناء بما ان هو خص بسؤال شمال سيناء. هو شمال سيناء انا على ما اعتقد ان المياه هناك تقريبا ابار او ميه نيل في بعض الاماكن. فدي ما فيش فيها اي مشكله بالنسبه لري النباتات الطبيعيه العطريه وانتاج النباتات دي في صوره عضويه، طالما ان هي خاليه من الصرف سواء كان صرف صحي او صرف صناعي، والجو هناك مناسب جدا لهذه النباتات الطبيعيه العطريه خصوصا المريميه. والزعتر هم بيتفوقوا في انتاجه وبينتجوه بكميات كبيره، وتقريبا بتصدر كميه كبيره منه للاسواق الخارجيه، بس عشان يبقى في صوره منتج عضوي لابد ان هو يمر بسلسله التسجيل والتصريحات والحصول على الشعار، وان هو يبقى منتج مسجل معتمد له شهاده يقدر يبيع بيها المنتج بتاعه. جميل. طيب لو هنتكلم بقى، احنا عندنا جزء كبير من الزراعه في الفتره الحديثه في الفتره اللي احنا بنعيشها دي بيخص الاراضي الصحراويه الجديده، عندنا 1.5 مليون فدان، واستكمالا ل1.5 مليون فدان عندنا 4 مليون فدان، فاحنا بنتوسع في هذه الزراعات الحديثه. هنجاوب على ده بس خلينا ناخد الاول استاذ سامح من الشرقيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. كنت حضرتك عايز اسال بس واستفسر بوضوح كده الاراضي اللي ينفع يتزرع فيها النباتات العطريه. ونسبه الارباح في النباتات العطريه ونسبه التسويق بتاع النباتات العطريه. لان احنا تقريبا عندنا في الشرقيه كل اللي عندنا محاصيل الرز والجنفه ومش عارف ايه. فعايزين نجرب يعني حاجات جديده. حاضر حاضر، بشكرك شكرا جزيلا استاذ سامح. يعني سؤال مهم ده جدا، ويعني كنا لسه بنتكلم في اقبال وعزوف المزارعين، لا عندنا ناس اهي عايزه تجرب ما جربتش قبل كده زراعه النباتات الطبيه والعطريه.
تجود فين في الاراضي ويشتغلوا ازاي على التسويق للناس اللي اول مره تجرب ده؟ النباتات الربيعيه العطريه هي هتقابلنا مشكله واحده بس اللي هي متبقيات المبيدات، ودي ان هتاخد معانا فتره تحول، يعني المفروض يقعد على الاقل سنتين سواء كان مسجل بقى في مكتب تفتيش او مش مسجل، يعني عايز ينتج نهج الزراعه العضويه سواء كان نهج قانوني او نهج اجتهادي منه هو عشان يطلع منتج نظيف. لازم ننظف الارض دي من متبقيات المبيدات، يبقى هو على الاقل هيقعد سنتين هيستخدم بدائل المبيدات. بعد السنتين دول هتاكد انا او هو يتاكد ان الارض بتاعته ما بقاش فيها متبقيات مبيدات، هيزرع فيها قطاع كبير جدا من النباتات الطبيعيه العطريه. هيجود عنده الريحان، هيجود عنده النعناع، هيجود عنده القرويه، هيجود عنده الشمر، قطاع كبير من النباتات الطبيعيه العطريه، حشيشه الليمون، نباتات لا حصر لها هتجود في محافظه الشرقيه، وهو الجو بتاعه مناسب لعدد كبير من النباتات الطبيعيه العطريه. بس الاول الارض بتاعتي والميه بتاعتي تكون خاليه من متبقيات المبيدات. هل هيواجه مشكله في التسويق؟ لا، التسويق اي منتج خالي المبيد عليه اقبال ما اقدرش اوصفه، وعدد متزايد من شركات التصدير بتتصارع على الحصول على منتج عضوي خالي من المبيدات. جميل. طيب خلينا ناخد فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل ان شاء الله نستكمل مع حضراتكم الاستفسارات واتصالات حضراتكم ايضا، ولسه مكملين معاكم المرشد ازرع. ولسه مكملين معاكم المرشد الزراعي وبنتكلم عن النباتات الطبيه والعطريه وادخالها في الزراعه العضويه ايضا، ولسه مكمل معانا دكتور مديان محمود مرجاوي باحث بالمعمل المركزي للزراعه العضويه بمركز البحوث الزراعيه. مره ثانيه اهلا بك. طيب احنا معانا اتصالات من قبل الفاصل بقى، خلينا ناخدها معانا. مين؟ استاذ مشاري. استاذ مشاري من سيوه، اهلا بيك يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله، اتفضل يا فندم تحت امرك. اشكرك. انا عايز اسال الدكتور على البردقوش، يعني احنا في سيوه زرعنا يعني النعناع والنعناع السعودي، وزرعنا حشيشة الليمون والنعناع الفلفلي. الحاجه دي كلها ناجحه تمام، وبسم الله ما شاء الله، يعني حتى هي اصلا ما بتحتاجش العضو كتير، يعني سهله الزراعه. حتى حشيشه الليمون جميله جدا، بس البردقوش الوحيد ما اعرفش التقاوي بتاعته بتيجي منين، وجبته كشتله بس ما نجحش. عايز نسال الدكتور هل هي يعني بيتزرع شتله او هو يعني بيتزرع تقاوي، ولو تقاوي اجيبها منين، او شتله ازرعها امتى؟ حاضر حالا. بشكرك دكتور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب يعمل ايه؟ البردقوش بيتزرع، بيتعمل مشتل، بيتزرع بالبذره مشتل، والكلام ده بيكون في شهر اواخر شهر 11، ويتنقل الارض في شهر يناير وفبراير كشتله، بتزرع في الارض المستديمه. من هذه الشتله ممكن احصل على حشات، الحشات دي ممكن اعيد شتلها تاني بتبقى كعقله. يبقى انا في الاول خالص بذره بعملها في مشتل، والمشتل اخده ازرعه في الارض المستديمه، بس اهم حاجه البذور دي ان تكون خاليه من بذور حشيشه الحمول لانها مدمره لنبات البردقوش. هو يسيب رقمه في الكنترول وانا هقول له يجيب البذور منين بالظبط، محافظات ايه اللي يقدر يجيب منها. طيب استاذ مشاري معلش ارجع مره تانية للكنترول، سيب رقمك وبياناتك، وان شاء الله دكتور مديان هيتواصل معاك بعد الهواء مباشره. طيب احنا كنا بنتكلم عن موضوع من الموضوعات الهامه طبعا تماشيا مع الزراعات الحديثه، مع المناطق الجديده، المناطق الصحراويه، فكنا بنتكلم عن هذه المناطق الجديده، هل تجود فيها زراعه النباتات الطبيه والعطريه، وهل تجود فيها زراعه النباتات الطبيه والعطريه العضويه ايضا ولا لا؟ زي ما حضرتك قلتي او زي ما قلنا، النباتات الطبيه العطريه لابد وان تزرع في صوره عضويه عشان اقدر اسوقها سواء كان داخلي او خارجي. جميل. واحنا عندنا في مصر عندنا قطاع كبير من الاراضي، اراضي جيريه، اراضي طينيه، اراضي فيها نسبه ملوحه، اراضي خفيفه،
فكل قطاع من هذه القطاعات بينسبوا نوع معين من النباتات الطبية والعطرية وكلها بتجود في الأجواء المصرية. يبقى أنا عندي مناخ مناسب، عندي نوعية أنواع متعددة من أنواع التربة تجود فيها عدد مختلف من النباتات الطبية والعطرية. أنا لو قلت الشيح البونج مثلا بيتحمل لغاية ملوحة 3000 بي بي ام، بيتحمل لغاية بي اتش 9، فده هاخده في قطاع من القطاعات اللي عندي فيه مشكلة. عندنا محصول جديد، محصول الكينوا، دخل مصر جديد، دخل تقريبا سنة 2013. المحصول ده برضو بيجود في أجواء مختلفة وفي نوعية أراضي ذات ملوحة عالية، ده برضو هيقودني إن أنا أخذ قطاع تاني من أنواع التربة. لو عند الأرض خصبة، النعناع الفلفلي والنعناع البلدي بيجود فيها إجادة تامة، يبقى أنا عندي قطاع كبير من الأراضي، عندي قطاع كبير من النباتات الطبيعية العطرية، أعمل منظومة متكاملة أزرع كل حاجة في هذه الأراضي من النباتات الطبيعية العطرية وفي صورة عضوية. لما بيبقى عندنا مجال ضخم دايما واحنا متعودين على كده، وحضرتكم كمان متعودين معايا على كده، دايما بنقول انه التحديات دائما بتبقى على قد مستوى هذه الصناعة او هذه الزراعة. فهنرجع مرة تانية نتكلم مع حضرتك عن التحديات اللي بتواجه الزراعة العضوية في مصر بعد ما ناخد استاذ علي من البحيرة. يا استاذ علي اهلا بيك. اهلا بيك حضرتك، اتفضل تحت امرك. ممكن نكلم الدكتور ماديان بالنسبة للنعناع الفلفلي؟ طبعا اتفضل. عاوز اعرف مواد الزراعه بالنسبه للنعناع الفلفلي وحاجه اسمها بلسم الليمون. وحاجه انا بقى يعني نبات اسمه بلسم الليمون. تمام. بالنسبه لمواد الزراعه والنسبه للتدون نجيبها منين؟ حاضر. اي استفسار تاني؟ لا شكرا حضرتك. شكرا جزيلا. طيب نرد على الاستاذ علي. بالنسبه للنعناع الفلفلي حضرتك بيزرع على مدار السنه ما عدا الأشهر شديدة الحرارة اللي هو شهر 6 و7 و8، والأشهر شديدة البرودة اللي هو 12 و1 و2. يبقى أنا بزرعه في مارس وإبريل ومايو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. يبقى الأشهر شديدة الحرارة ما أقدرش أزرع فيها، الأشهر شديدة البرودة ما أقدرش أزرع فيها، وباستثناء هاتين الفترتين أقدر أزرع على مدار السنة. بالنسبة للبلسم الليمون أو الميليسيا ده يعتبر برضو من المحاصيل الشتوية، وبرضو حضرتك سيب رقمك في الكنترول وأنا أقول لك يعني تعمل إيه بالنسبة للحصول على هذه البذور. هي الميليسيا تعتبر جديدة بالنسبة للسوق المصري فبذورها فيها ندرة شوية. جميل. طيب استاذ علي ارجع مره تانية معلش بعد اذنك للكنترول، ودكتور مدين هيتواصل معك بعد الهواء مباشره. معانا كمان استاذ احمد من الغربيه. يا استاذ احمد اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ ازيك؟ ربنا يكرمك. بقول لسيادتك بسال بخصوص الكمون، التسميد المناسب ايه ليه، وكذلك برضو الرش المناسب وتجهيز وحاجه برضه في تجهيز الارض، يعني تجهيز الارض يعني الاحسن حاجه في تجهيز الارض ومقاومه الحشائش بخصوصه يعني، والحل برضه في موضوع اللفحه الناريه دي. تمام تمام بشكرك استاذ احمد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب نرد عليه الاول. الكمون من النباتات الحساسه جدا لزياده الميه، فلازم حضرتك الارض بتاعتك تكون متليزره كويس بحيث ان هي ما توقفش فيها الميه على اساس ما توفرش رطوبه، وبالتالي هيؤدي ذلك لحدوث عفان وزور وزبول. طيب التسميد العضوي الكومبوست الفدان بيحتاج من 15 ل 20 متر مكعب على اساس ان انا بمد النبات ده بالماده العضويه وباحتياجاته من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم على حسب التركيب الكيماوي الكمبوست اللي حضرتك هتشتريه، وهتكمل الوحدات من مصادر اخرى بالنسبه للان بي كي. بالنسبه لللفحه لازم تتبع برنامج وقائي يبدا بعد الزراعه بشهر للوقايه من لفحه الازهار او لفحه البذور والبياض الدقيقي باحد المركبات المسموح بها في قوانين الزراعه العضويه. وزي ما قلت المعمل مركزي الزراعه العضويه بينتج هذه المركبات، فحضرتك تقدر تشرفنا في اي وقت نحط لك برنامج متكامل بالنسبه
لإنتاج وتسميد ومقاومة آفات وأمراض نبات الكمون. جميل. طيب خلينا ناخد كمان أستاذ أحمد من الوادي الجديد. يا أستاذ أحمد أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور لو سمحت؟ طبعا تفضل. عايز اتكلم عن تفيدنا على موضوع الكينوا ده في زراعته في الوادي الجديد. حاضر. اي سؤال تاني؟ في سؤالات كتير بس عايز الكينوا دي لان عندي الارض فيها ملوحه وعايز ازرع الكينوا وازاي نجيب التجاوب بتاعتها او في تعاقد من جهه الوزاره ولا ايه النظام فيه؟ جميل. انت الارض عندك فيها نسبه ملوحه. ايوه. طيب تمام بشكرك شكرا جزيلا. وكان سابقا يعني حصل برضه الدكتوره اللي هي المختصه في زراعه الكينوا كانت مع الاستاذ سامح وبرضه ما حاولت اتصل ما جمعش معايا الخط. حاضر حاضر بشكرك. عايز يعني افهم يعني ايه نظام زراعتها. حاضر شكرا شكرا جزيلا. ماشي. حاضر تحت امرك. معانا مين تاني؟ يا استاذه منى. ايوه يا فندم. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذ. اتفضلي يا فندم تحت امرك. انا ابونا بشكرك على الحلقه الجميله دي والمعلومات المفيده. الله يخليك تحت امرك في اي وقت. وبشكر الدكتور ابراهيم فرج اللي برضه حلقاته منوره الدنيا قناه مصر الزراعيه. اهلا بيك يا حبيبتي. انا الاول عايزه بس انا اقول ان انا بايد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الكرة ومبادره حياه كريمه وبشكركم جدا 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 وكل سنه وانتم طيبين وحافظ الله مصر بيكم يا رب. شكرا موصول ليك يا حبيبتي. طيب ليكي اي استفسار؟ لا انا كنت الحقيقة انا بس انا كنت عايزه اعيد على الرئيس بتاعي واقول له انا متشكره قوي لمبادره حياه كريمه لان انا ست ريفيه وكنت بعت له رساله برضو عايزين نطور الريف ويهتم بيه. انا بشكرك جدا مداخله الحقيقه يعني اسعدتني جدا استاذه منى من البحيره. دايما الاقتراحات ودايما يعني تقديم بس فكره ان انا بتصل بس علشان اقول شكرا انتوا بتعملوا حاجه كويسه. والحقيقه ان مبادره تطوير الترع وتطوير المراه الريفيه ومبادرات تطوير الريف وحياه كريمه وكثير من المبادرات في الفتره الاخيره للحمد لله وصلت لاهالينا بشكل كبير جدا 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 في الكره والنجوع المصريه واللي بدا يظهر اثرها على شكل الكره وعلى مواطني الكره بشكل كبير. يمكن في العهود الماضية كان عندنا تجاهل شديد جدا للكرة المصرية ولمواطني وساكني الكرة المصرية دائما وأبدا كان الاهتمام الأول والاهتمام في الصدى الأول للقاهرة وما حول القاهرة. لكن الحمد لله دلوقتي عندنا مبادرات بتبدأ من المناطق النائية بتبدأ من المناطق البعيدة بتبدأ من المواطن الذي تم تجاهله لسنين طويلة. فأنا بشكرك كمان شكرا جزيلا أستاذة منى. طيب احنا كان معنا أستاذ أحمد من الوادي الجديد بيتكلم عن الكينوا عايز يزرع كينوا وهو الأرض بتاعته حلل وعرف ان هي فيها نسبة ملوحة عالية فيعمل ايه وهل ينفع ان هو يزرع كينوا دلوقتي ولو ما ينفعش يعمل ايه مع التربة؟ هو طبعا الكينوا هتجود في أراضي الوادي وتجود في الملوحه العاليه في التربه طالما ان ميه الري عنده كويسه. وانا تصوري او معلوماتي ان ميه الوادي الجديد نوعيتها كويسه فهتجود زراعه الكينوا فيها. وبالنسبه للتعاقد لا حضرتك هتجتهد في التعاقد لان وزاره الزراعه ما عندهاش تعاقدات. حضرتك هتزرع وهتجتهد مين اللي يشتري منك المنتج بس حاول تجيب صنف الصابونين في قليل لان هي الكينوا مشكلتها الوحيده ارتفاع نسبه الصابونين فيها فده اللي بيخلي المستهلك بيعزف عن تناول الكينوا المصريه وبيضطر ان هو يشتري الكينوا المستورده. لكن احنا بنعمل دراسات وبنعمل شغل على الارض الواقع ان احنا نحاول نقلل الصابونين سواء كان عن طريق الغسيل سواء كان عن طريق الاحتكاك الميكانيكي بحيث ان انا انزل سلعه خاليه من الصابونين. جميل. طيب وبالنسبه للاستاذه اللي كانت بتتكلم عن مبادره حياه كريمه طبعا احنا بنشكرها وبنشكر طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبحب اقول للناس ان اللي احنا بنتكلم فيه ده يعتبر برضو من ضمن مبادره حياه كريمه ان انا بوجه الناس لنهج الزراعه العضويه اللي هو يحافظ على صحتهم اللي هو يوفر لهم فرصه عمل. فاحنا برضو بنضم صوتنا لصوت المبادره وبنقول احنا معاكم
باستشاراتنا، احنا معاكم بتعليماتنا، احنا معاكم بكل ما نملك بحيث ان احنا ننهض بهذا الوطن. ده حقيقي. طيب احنا كمان معانا استاذ يوسف من السويس. يا استاذ يوسف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا يا فندم، طبعا تحت امرك. ايوه يا فندم اتفضل. طيب معلش عشان بس ايه الاتصال ما يروحش عليك عشان احنا نسمع بعض، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون بس. ماشي. ممكن الزراعه العطريه دي تزرع تحت شجر المانجا؟ بعد شجر المانجا ولا تحت شجر المانجا؟ بعد ولا تحت؟ بعد، بعد شجر المانجا. يعني ايه بعد شجر المانجا؟ بعد شجر المانجا يعني انت كنت زارع مانجا وعايز شلتها مثلا، وشلتها وعايز تزرع مكان المانجا دي زراعه عضويه. لا ما اتشالتش. مال؟ لا مزروعه. عايز تزرع مانجا عضويه؟ اه تحت المانجا، تحت المانجا، تحت الاشجار، تحت. طيب تمام. طيب بشكرك شكرا جزيلا. طيب معانا مين تاني؟ استاذ علاء من بني سويف، اهلا بيك يا فندم. يا استاذ علاء. نعم اهلا بيك اتفضل. الشبكه. طب معلش حاول تتحرك وكلمنا مره تانية. نرجع بقى الاستاذ يوسف اللي كان بيتكلم على شجر المانجا. هو الشجر، هرجع لكثافه الاشجار، هل هي الكثافه في ظل كتير مش هتجود تحت الاشجار دي زراعه النباتات الطبيعيه؟ لانها محتاجه ضوء ومحتاجه حراره، محتاجه مناخ مختلف شويه، يعني محتاجه جو مفتوح. هل اشجار المانجا كثافتها عاليه ولا هل هي لسه صغيره؟ وهل هو بيستخدم مبيدات في مقاومه افات اشجار المانجا؟ لو بيستخدم مبيدات طبعا مش هينفع، هتاثر بالسلب على النباتات الطبيعيه والعطريه. فهو لازم تبقى المنظومة متكاملة. لو الشجر صغير هينتهج هناك الزراعة العضوية ويحمل عليها نباتات طبيعية عطرية لغاية ما الشجر يكبر. لو الشجر كبير فكثافة الضوء هتبقى قليلة، أو هتبقى الضوء يكاد يكون معدوم، فده هيأثر على كفاءة النباتات الطبيعية العطرية. جميل. طيب خلينا بقى احنا بنتكلم كمان على الزراعة العضوية عموما، بنتكلم عن زراعة النباتات الطبية العطرية العضوية عشان دكتور مديان ما يزعلش يعني من الموضوع ده. فعندنا كمان تحديات، احنا دايما بنقول ان التحديات بتبقى على قدر الصناعة، على قدر المجال. كلما تضخم وكلما كان عملاق او عملاقة هذه الصناعة، كلما كان عندنا كمان تحديات ومشكلات كبيرة. هل ده بينطبق عندنا في الزراعة العضوية؟ هل احنا عندنا تحديات بتواجه الزراعة العضوية بشكل كبير؟ هو احنا عندنا نقص في التوعية بس، يعني برضو احنا عايزين نفعل دور الإرشاد وننزل لأكبر عدد من القرى، واعتقد ان ده جاي في المرحلة الجاية في مبادرة حياة كريمة. ان احنا لازم هننتشر في جميع أنحاء الجمهورية بفكر ووعي الزراعة العضوية، بنرشد الناس وبنعلمهم، بنعلمهم ازاي يتخلص من المخلفات النباتية في صورة آمنة، يحولها الكمبوست يقدر يستفاد به النبات بدل ما يحرقها ويلوث البيئة. بنعلم الناس ازاي يستخدم بدائل المبيدات بدل ما يستخدم المبيدات اللي بتضر بصحته وصحة اولاده وبتأثر عليه بالسلب. بنعلمه ازاي ينتج منتج يقدر يصدره ويجيب عملة صعبة. بنعلمه ازاي بالنسبة للنباتات الطبيعية العطرية يزرع نبات مستهلك للعمالة، هيشغل عدد كبير من افراد اسرته ويضر عليه عائد وربح كويس. فاحنا ما عندناش تحديات غير الوعي، لكن الاجواء موجوده. طبعا هي زراعه عضويه ليها شروط، ان المزارع لازم تكون معزوله باسوار خضراء عن المزارع العاديه عشان التلوث ما يكونش على طرق سريعه. ميه الري لازم تكون خاليه من المبيدات، خاليه من الصرف. اعتقد ان الحاجات دي موجوده اكتر في الاراضي الجديده، فاحنا عندنا فرص واعده لانتاج النباتات الطبيه والعطريه في الاراضي الجديده. جميل. نسبة الملوحة تحمل النباتات الطبية والعطرية ليها بيبقى قد ايه؟ يعني احنا عندنا مثلا النباتات ممكن تتحمل الجوجوبا مثلا، يعتبر برضه من ضمن النباتات الطبية، ما بيستخرج منها زيوت بتستخدم في عمل الكريمات والحاجات دي. دي بتستخدم بتتحمل لغاية 6000 و7000 بي بي ام. شيح بابونج بيتحمل لغاية 3000 بي بي ام. العرق سوس يتحمل لغاية 3000 و4000 بي بي ام. فاحنا عندنا عدد كبير من النباتات بيستحمل ملوحة التربة وملوحة المية.
طيب تقول ايه بقى لمزارعي النباتات الطبيه والعطريه الجديد منهم اللي لسه بادئ واللي بادئ بقاله فتره في زراعه النباتات الطبيه والعطريه؟ اللي بادئ يحاول يعلم ويعرف الناس اللي هي لسه مبتدئه لان هي النباتات الطبيه والعطريه بتحتاج لتدريب وتحتاج عماله مدربه ماهره عارفه يعني ايه يزرع نبات طبي، لان هي ليها معاملات خاصه في القطف ومعاملات خاصة في التجفيف، معاملات خاصة في التجهيز، نبات مختلف عن النباتات العادية. ما هي شجرة مانجا أنا هقطفها وهسويها وهنزلها السوق، لا دي هي نباتات بتقطف أو بتجمع على مراحل. إزاي؟ إمتى العمر المناسب للقطف؟ إمتى أروي؟ إمتى أحط سماد؟ إمتى أتدخل بمقاومة مرض؟ فهي محتاجة سلسلة من التوعية، محتاجة إن اللي داخل جديد ما يدخلش سوق النباتات الطبية والعطرية إلا من خلال الزراعة العضوية عشان يقدر ينافس ويقدر يبيع ويقدر يحصل على عملة صعبة. جميل، أنا بشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا كالعادة، معلومات قيمة جدا سواء كان عن الزراعة العضوية أو إدخالها مع المحاصيل والنباتات الأخرى. دكتور مديان محمود مرجاوي باحث بالمعمل المركزي للزراعات العضوية بمركز البحوث الزراعية، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا، والشكر موصول دائما وأبدا لحضراتكم على حسن المتابعة. أتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم النهاردة بحلقتنا عن النباتات الطبية والعطرية العضوية. أشوفكم إن شاء الله دائما في خير وأمان وسلام.